ادعت أن الدراما السورية ظلمتها وأنها تعرضت لحملة مضادة من شركات الإنتاج لتعطيلها عن العمل. باحت بأسرار عملها وواجهت الأوضاع في دمشق وتحدثت عن تفاصيل كثيرة في أعمال فنية شاركت بها. إنها النجمة السورية روعة ياسين التي قليلاً ما تتحدث أو تدلي بتصريحات خطيرة مثل ذلك، ولكنها لم تعد تتحمل الأوضاع وقررت الخروج عن صمتها. فما قصتها وما ماذا قالت؟ أطلت الفنانة السورية روعة ياسين على جمهورها خلال شهر رمضان الماضي بعمل واحد وهو مارد الورد من تأليف وإخراج ديانا فارس التي تتعاون معها للمرة الأولى، وأدت في العمل شخصية ندى التي مرت علاقتها العائلية بالكثير من الإرباكات والتقلبات. وتمنت روعة التوفيق والنجاح لجميع الأعمال السورية وأشادت بمسلسل العربجي والنجاح الذي حققه في الجزء الأول، إذ أدت فيه خلال الموسم قبل الماضي شخصية بلقيس التي فارقت الحياة مع نهاية الأحداث. الفنانة تزعم تعرضها للمظلومية وأنها تستحق حضوراً أكبر سواء من حيث الكم أو النوع، خاصة بعد تعب سنين طويلة نحتت فيها بالصخر كما تقول. هي ترى أن اسمها في الدراما السورية استغرق منها الكثير، لكنها في الوقت نفسه أبدت رضاها عن كل ما قدمته خلال السنوات الأخيرة، إيماناً منها بأن القناعة كنز لا يفنى. ولكنها قالت إن فرص العمل باتت تضيق أكثر وأكثر في الدراما، وذلك يعود لعدة أسباب ليس آخرها المحسوبيات والشلالية، إضافة إلى قلة الأعمال المنتجة، كما تعتقد أن الفرص لم تعد متكافئة. فالدراما السورية كانت تعتمد على البطولة الجماعية، لكنها بدأت تذهب باتجاه البطولات الفردية والاعتماد على أسماء معينة دون غيرها. وبعثت برسالة خاصة إلى جميع صناع الدراما في سوريا الذين حافظوا على هذه الصناعة رغم كل الظروف الصعبة. تعتقد فيها أن الدراما السورية بدأت تستعيد ألقها لتعود إلى مكانها الطبيعي في صدارة الدراما العربية بعد أن عانت ما عانته من صعوبات وأزمات خلال السنوات الماضية. كما تمنت روعة أن يتم عرض مسلسل عازفة الكمان الذي صور العام الماضي وتأجل عرضه، وقدمت فيه شخصية رزان من مواليد دمشق درست الفلسفة وعلم النفس في كلية الآداب. بالعام 1999 توجت بلقب ملكة جمال البادية السورية، ثم تحولت للعمل بالمجال الفني بعد ذلك لتشترك بمجموعة من المسلسلات السورية والعربية. شاركت في أعمال مثل دنيا، ثلوج الصيف، أزهار الشتاء، وفي عام 2000 شاركت في سلسلة مرايا مع ياسر العظم في عدة أجزاء، وروعة ياسين من الأسماء البارزة في سلسلة مرايا. وتتذكر في أول عمل شاركت مع العظم عام 2000 قال لها: يا روعة أحلى شي فيكي عفويتك، لا أراك تجهزين نفسك كثيرا قبل العمل، تؤدين بتلقائية، حافظي على عفويتك وتلقائيتك. ومن يومها وهي تضع هذه النصيحة نصب عينيها وتعمل بها، واكتشفت أنها أسرع الطرق المؤدية إلى عقول وقلوب المشاهدين.